طبعاً الخير جميعا يعطيكم الف عافيه اليوم ربح رح راح نكمل في محاضره امبارح اذا حد عنده اي سؤال عن شيء شرحناه امبارح او اي سؤال بخصوص الماده سلايدات ان شاء الله اليوم ب... بس انزل اكمل اخر ثلاث سلايدات فيهم عن موضوع الشوك بظب بعدل عليهم اخر تعديل على اساس انزلهم انه في كان إشي بظبط فيه فيهم فيه. فبديش اضل انزلهم وارفعهم فتحملونا فتره لا انا راح اعطي الله اليوم فش كوز اليوم في اه تمام هي السلايد هاي الجهتين راح ارفع يعني السلايدتين اللي اللي مقرة من القسم ومن دائره الباثولوجي واللي هاي انا أعملها الثنتين مشاب... مشابهين يعني سواء درستوا هاي او درستوا هاي تطلع نفس النتيجه يعني بالاخر كويس موجود اذا يعني زعلانين انه مش كويس انا مش عارف شو بتخافوا من هالكويز اللي كل مره الافرج بيطلع فيه ايه 10 فيعني 10 9 الافرج في كل الشعب يعني فبصفه كانه الكويز خلص حطوا علامه كامله وخلص يعني يوفر على حالك ليش تعمل كويز وتغلب الطلاب وهذا فصلت كهرباء عنده وهذا فيش عنده نت وبيطلع بالاخير جايب 10 طيب اوكي خلينا نكمل في محاضره اليوم ركزوا معنا شوي إيه بجوز احنا خلصنا الجزء المهم الاهم بالنسبه لي انا امبارح اللي هو جزء النورمال هيموستيسز وكيف تتشكل الخطره في اي بلاد فيسلز تعرض للانجري إيه اليوم راح نكمل في موضوع شوي شويه اعقد نوعا ما شويه في امراض مختلفه يعني شوي اصعب اللي هو نتكلم اكثر في جزئيه الترومبوسز والامبوليزم بس طبعا ظلت نقطه اساسيه حكينا بخصوص النورمال هيموستاسيس بيتضمن تو بروسيس اول عمليه في النورمال هيموستاسيس اللي هي انه يحافظ على الدم بدون اي بدون اي بدون اي كلوت الدم بشكل عام خارج البلاد فيسلز لو نحن سحبنا اي زي ما حكيت لكم امبارح او لغيركم لو اي سحبنا اي من اي شخص مننا الدم وحطيناه في اي في الانفايرمنت الدم بشكل عام هو ترومبوجينيك وبيميل للتخثر بسرعه فالسؤال كان كيف الجسم طبيعيا بيمنع اللي هو عمليه التخثر انها تصير في وضع طبيعي بدون اي بلاد انجريز بدون اي كت بلاد فيسلز ومين هي الخليه الاساسيه المسؤوله عن منع او المحافظه على البلد بدون اي كلوت وهي الجزء الثاني بعمليه النورمال هيموستاسيس اللي هي عن طريق اللي هي نحافظ على البلد في حاله كلوت فري وهي الجزء الثاني زي ما حكيت لكم عمليه الهيموستاسيس طبعا في كثير ميكانيزم من واحده منها صحيح هي الهيبارين وافراز الهيبارين بشكل مستمر اللي بدنا نحكيه كالتالي انه دائما خلايا او وضع الجسم دائما في الوضع الطبيعي وهو في حاله انتي دائما خلايا الجسم هي في وضع اللي هي الانتي اللي هي اللي بيضمن انه نحافظ على الدم بدون كلوت فري والخليه الاساسيه اللي بتلعب دور في منع تشكل الخثره هي خليه الاندوثيليال سيلز فطبعا الجسم بحافظ على الجسم او البلود فيس بضل بدون اي كلوت في الجسم هو عن طريق اللي هي الانتيكوجولنت ميكانيزم اللي, اللي من خلال خليه الاندوثيليال سيلز طبعا انتيكوجولنت ميكانيزم سهلات جدا يعني معاكسين لكل اللي شرحناهم او يعني احنا حكينا عنهم في جزء من المحاضره في اخرها اللي هي بس طبعا هاي بدنا نحكيهم اليوم انه يفرزوا دائما او ينتجوا بشكل مستمر حتى تضمن انه الدم يضل كلوت فري فطبعا الخليه المسؤوله والاساسيه على الموضوع هي خليه الاندوثيليال سيلز زي ما انتم شايفين هون الاندوثيليال سيلز هاف انتي ثرومبوتيك بروبرتيز فهي دائما في وضع انتي ثرومبوتيك من خلال انها طبعا عندها بتفرز ماتيريال هلا رح نشوفها بتمنع اللي هي الاكتيفيشن للكلوتينج سيستم اللي هي الانتي كوجلنت بروبرتيز في عندها طبعا دائما خلايا الاندوثيليال سيلز في وضع الفيبرينوليتيك بروبرتيز دائما تفرز المواد اللي هي اللي بتحفز الفيبرينوليسز ودائما الاندوثيليال سيلز في الوضع الطبيعي برضه بتفرز سم كومبوننتس راح نشوفها تمنع البليتس انها تتجمع وتتخثر طبعا فبالتالي انه الخلايا الاندوثيليال سيلز دائما بوضع اللي هو الانتي ثرومبوتيك ستيت في حال انه الخليه تعرضت لاي انجري بتنعكس بصير انهبيشن للانتي ثرومبوتيك وفي نفس الوقت بصير اكتيفيشن للبروكوجلنت وكانه وبتبدي طبعا بتمشي في البروسيس اللي حكينا فيهم 1 2 3 4 حتى تشكل الكلوت في موقع الانجري لكن بالوضع الطبيعي بالوضع الطبيعي بوضعنا الطبيعي كيف احنا مثلا ما بتشكل عندنا خثره كمان مره بسبب الانتي ثرومبوتيك ميكانيزمز اللي هي بتتمتع فيها الاندوثيليال سيلز من خلال انها بتمنع الانتي في الها بتفرز ماتيريال رح نتعرف عليها بتمنع الانتي كوجليشن والاكتيفيشن للكلوتنج سيستم بشكل مستمر وفي عند تفرز برضو شغلات بتحفز الفايبرينولايسيس دائما حكيناهم كلهم يعني بس هلا رح نرتبهم وفي تفرز سم كومبوننتس هلا بتمنع البليتلتس انها تتجمع هيك طبعا احنا بالوضع النورمالي بدون ما نتعرض لاي انجري للبلاد vessels لكن طبعا الخليه الاندوثيلال سيلز لما تتعرض للانجري مباشره بتبدا طبعا زي الخطوات اللي حكيناهم الاربعه فبتتحول من انتي سيلز للبروكو لبروكو... ل... اوجلاند سيلز يعني فاذا الاندثيليال ص... تعرضت للانجري بمعنى انها صار لها اكتيفيتد احنا بنسميها طبعا لما تصير لها انجري انه صار لها اكتيفيشن هاي الخليه طبعا بتزيد البروكو اوجلاند اكتيفيتي لها بتصير طبعا تميل يعني بروكو يعني بتصير تميل لعمليه لعمليه تكوين كلوت او ثرومبوس حسب كانت الشيء نورمالي او اب وبنفس الوقت بتقلل اللي هم الانتي كوجلنت اكتيفيتيز اللي راح احكي فيهم بالسلايد اللي بعدها فطبعا من الشغلات اللي بتحفز الاندوثيرال سيلز هي الانجري نفسها، لكن في طبعا محفزات ثانيه للاندوثيرال سيلز انجري وخصوصا نتكلم عن الانترلوكين والتشو نيكروتيك فاكتورز ممكن برضه يحفزوا إيه اللي هي الانتي ثرومبوتيك ميكانيزم، لهيك بنلاحظ في بعض حالات الانفلاميشن وبنسمع مثلا هلا في بجوز سمعتوا عن لما بيحكوا لكم مثلا والله مريض مثلا اللي هم الكورونا حاليا من ضمن علاجات المرضى خصوصا بعد ما اكتشفوا انه من بعض المضاعفات للفيروس كورونا انه نتيجه الانفلاماتوري ريسبونس إيه اللي هي وجود إيه تجلطات صار يحكوا الناس طبعا هي اسمها جلطه نعم اوكي هو ما جلطه اوكي بالكورونا لكن شو السبب؟ السبب لانه الفيروس نفسه الانف الانفلاماتوري ريسبونس هي بتعمل زي اللي هي البروكوجلانت اكتيفيتيز والناس عاده الناس اللي خصوصا عندهم مشاكل سابقه في القلب بس عندهم جلطات سابقة أو الناس اللي عندهم تجلطات فبموت عرضة أكثر يعني في ناس فئة فكانت معظم في كثير نسبة حالات الوفاة نتيجة اللي هي تكون تخثرات أو تجلطات في الرئة أو في القلب أو في البرين نتيجة إنه هي إنه الفيروس والإنفلاماتوري ريسبونس تعتبر من من المحفزات لل للبروكوجلانت اكتيفيتيز فبنلاحظ مثلا انه الانفلاماتوري ريسبونس نفسها اذا كانت سيفير ممكن تعمل بروكوجلانت اكتيفيتيز وتعمل تخثرات بالجسم بشكل يعني ما له علاقة ابنورمال بالانجري والانفكشوس ايجنت مثلا البكتيريا اذا دخلت على الدم البكتيريا بتفرز مواد بتحفز عملية الكوغليشن ومشكلة البكتيريا اذا كانت بالدم بتعمل إيش اسمه Disseminated Intravascular Coagulation اختصاره DIC Disseminated Intravascular Coagulation بتفرز هي Endotoxins هاي ال بتعمل Activation لكل الEndothelial Cells طبعا وبكتيريا في الدم وبتمشي وبتفرز هاي الماتيريال وبالتالي بتعمل كلوتس في كل الجسم بالآي بالجلد بالبرين بالهارت باللونج فبتعمل شيء اسمه disseminated intravascular coagulation يعني منتشر في كل الجسم هاي الكلوتس نتيجة إنه الأندوتوكسينز بتفرزه في الدم بيعمل اكتيفيشن لخلية الأندوثيلال سيلز وبيحولها من الانتي anti coagulant لل وبصير تميل هاي الخلية لعمل الخطرة نرجع طبعاً لنحكي عن الـAnti-coagulant او الانتي الـAnti-thrombotic mechanism طبعاً هي أنواع معينة للخلايا اللي بتفرز الاندوتوكسين بشكل عام اللي هي بتوصل للدم بس أنا ناسي مين أكثر خلية بتفرز Endotoxins أو نوع بكتيريا ناسي موضوع المايكو كلها فأكيد أن الاندوتوكسينز خاص بـ, بـ Some سترينز من الخلايا هي دائما هي مسؤوله اكثر واحده بتعمل سيبتسيميا واكثر واحده بتوصل الدم هي الستاف والستريب بدرجة دا ثانيه دائما يعني الاندوتوكسينز، بالجرام نيجاتيف ما بعرف راجعوها المعلومه هاي بخصوص المايكرومين اللي عندهم الاندوتوكسينز اكثر بس بشكل عام حتى الستاف لما بتكون موجوده بالاستاف لما بتكون موجوده في الدم في غير الاندوتوكسين يعني بنحكي الاندوتوكسين كواحد من الامثله بس برضه وجود البكتيريا نفسها ما هو بيعمل انجري للاندوثيليال سيلز نفسه بدون ما يكون بالانفلاميشن نفسه اللي بيكون بالبلاد الانفلاماتوري ريسبونس والانترلوكينز نفس الحاله بتعمل الريسبونس وبتعمل الكوجليشنز بدون ما يكون في اندوتوكسينز حتى المهم نرجع لهي السلايدز الثلاث نقاط نشوف كيف الاندوثيليال سيلز بتعمل بتمنع البليتلتس كيف بتمنع الاكتيفيشن للكلوتينج سيستم وكيف دائما بتحفز الفايبرينوليتيك طبعا في البليتلتس دائما خلايا الاندوثيليال سيلز بتفرز مادتين اساسيتين اللي هم النيتريك اوكسايد بتركيز قليله طبعا والبروستاجلاندين اي 2 طبعا الخليه النيتريك اوكسيد والبروستاجلاندين اي 2 وظيفتهم يمنعوا تجمع البليتس فدائما طبعا بعاكس لهم ذاكرين اللي هم الثرومبوكسين والاي دي بي الاي دي بي والترومبوكسين اي 2 بحفزوا البليتس اجريجيشن واكتيفيشن فطبيعيا الخليه بتكون تفرز بروستاجلاندين اي 2 نيتريك أوكسيد اذا تعرضت للانجري الخليه الاندوثيليال سيل بتنعكس بتصير تفرز اللي هم الـ خربطنا هي العاكسين اللي يفرزوا من البليت سوري فهي دائما معاكسين لبعضهم البروستاجلاندين والثرومبوكسين والنيتريك اوكسايد فتذكروا انه الثرومبوكسين a 2 بحفز الاجريجيشن بينما البروستاجلاندين i 2 بيمنع اللي هي الاجريجيشن الاجريجيشن لانهم طبعا الاثنين بيجوا من نفس الانزيم اللي هو الكوكس انزيم هلا في نفس الوقت بتفرز إشي يكسر الاي تي بي بشكل الاي دي بي اللي هو الاي دي بيز اللي هو الادينوسين داي نعرف برضه انه الاي دي بي له علاقه في البليتلتس اكتيفيشن اكتيفيشن فدائما خليه الخليه الاندوثيليال سيلز بتفرز الماده اللي بتكسر الاي دي بي اللي هي الادينوسين داي انزيم بكسر الاي دي بي وبالتالي بيمنع مع بعض مع البروستاجلاندين مع النيتريك أوكسيد تجمع اي بليتلتس طبيعيا او يعمل اجريجيشن لهم هلا كوجلنت ميكانيزم حكيناهم تقريبا اللي هم الخطوه الرابعه طبعا الخطوه الرابعه طبيعيا هي اللي بتكون اكتف دائما يعني فالاندوثيليال سيلز دائما تفرز الهيبارين وبنعرف وظيفه الهيبارين امبارح حكينا عن وظيفه الهيبارين الهيبارين بحفز ايش اللي هو الانتي الأنتيثرومبين الانتي دائما بكسر اي آه بكسر الثرومبين فاكتور 9 و10 و11 و12 وبتفرز في نفس الوقت اللي هو الثرومبوموديلين حكينا عن الثرومبوموديلين امبارح حدا بذكرنا فيه الثرومبوموديلين اذا ذاكرين عنه شيء حدا ذاكر شو حكينا عن الثرومبوموديلين وحكينا لكم ركزوا عليه على الهيبارين كواحد في الخطوه الرابعه من الانتي ثرومبوتيك ميكانيزم لكن الانتي كوجلانت اللي هي الانتي ثرومبوتيك اللي هي دائما اصلا خليه طبيعيا بتكون تفرزه اللي هو الثرومبومودولين اللي بيعمل اكتيفيشن لل للبروتين سيك هو بيعمل اندايركت مزبوط في كمان حدا بعث برايز اللي هو بيعمل زي موديليشن بالثرومبين بصير الثرومبين يعمل اكتيفيشن للبروتين سي اللي هو بنفس البروتين سي اذا صار اكتف مع البروتين اس بصير يكسرنا خمسة وثمانيه مزبوط وبالتالي دائما الخلايا الفكره اللي بحكي لكم اياها انه الخليه دائما في وضع انتي ثرومبوتيك ودائما تفرز الثرومبومودولين ودائما الهيبرين فدائما هي في هاي الستيت بشكل مستمر فهي بتمنع تحفيز اي كلوتينج سيستم فهو كوفاكتور فور بروتين سي اكتيفيشن بس طبعا indirect زي ما شرحنا امبارح هذا الفايبرينوليتك بروبرتيز دائما عن طريق افراز اللي هو تي بي اي تيشو بلازمينوجين اكتيفيتر تيشو بلازمينوجين اكتيفيتر اللي هو بيحول البلازمينوجين للبلازمين اللي بيكسر الفايبرين في اي كلوتس صارت وبيعطينا اللي هم السبليت برودكت فطبعا اللي انتم شايفينهم بهاي السلايدز حكيناهم معظمهم امبارح ما عدا جزء الانتي بليتلتس الفكره انه الخليط كمان مره الاندوثيليال في وضع انتي ثرومبوتيك طبيعيا حتى تحافظ على الدم بدون اي كلوت عن طريق اول عمود ثاني عمود ثالث عمود, عمود اللي هم دائما عامله اكتيفيشن للفايبرينولايسز دائما عامله اكتيفيشن للسيستمز اللي هو الانتي اللي هو عن طريق الانتي ثرومبين 3 بروتين سي بروتين اس اكتيفيشن دائما طبيعيا هم اكتيف في نفس الوقت هي بتفرز ميدياتورز اللي هم البروستاجلاندين اي 2 ركزوا على البروستاجلاندين اي 2 بشكل كبير والنيتريك اوكسايد والاي دي بيز اقل اهميه طبعا الاي دي وظيفته يكسر الاي دي بي اللي هو يفرز من البليتلتس حتى يعمل اجريجيشن لل بيساعد عمليه الاكتيفيشن والاجريجيشن وبالتالي هي دائما بتمنع البليتلتس اجريجيشن طبيعيا بهاي السيستمز الثلاثه الاندوثيليال سيلز بتحافظ على البلد كمان مره كلوت فري في اي سؤال على موضوع الهيموستاسيس نورمالي سواء النقطه الاربع نقاط امبارح حكيناهم واليوم اللي هي النقطه الاخيره اوكي تمام راح نحكي اليوم في موضوع بشكل عام آه عن هي ايش اسمه الثرومبوسيز واللي هو عرفنا الثرومبوسيز سابقا شو حكينا عن الثرومبوسيز شو عرفنا الثرمبوسيز احنا؟ تكون كلوت او abnormal clot او اللي هي سميناها في في intact blood vessels بدون التعرض للي هي الفيزيكال cut injury مثلا والنزيف اللي بيتعرض له البلاد فيسلز بدون ما يتعرض للبلاد فيسلز لاي جرح يعمل نزيف يتشكل فيه خثره غير طبيعيه طبعا نتيجه اسباب ثلاثه راح نحكي فيهم او ثري مين ميكانيزم هلا انا without يعني وهي مش وذاوت انجري خلينا نحكي وذاوت كت يعني بدون ما يكون في قطع لكن ممكن يكون في عندنا اندوثيلال انجري لكن ما في اي نزيف اللي يتشكل فيه الخثره يمنعه فانه تتشكل عندي انا خثره في بلاد فيسلز هاي الخثره طبعا بسموها thrombus لما نستخدم كلمة مصطلح للكلوت هاي الثرومبوس بنعرف انه بيأشروا على وجود الثرومبوسز الثرومبوسز عادة بصير ل 3 مين ميكانيزم او 3 فيسيولوجيكال ميكانيزم اللي هم بسموهم اول من وصفهم سموهم اظن على اسمه هو تراياد او هلا بنشوفهم ثلاثة ميكانيزم الأساسية اللي بتؤدي لتشكل أي ثرومب ابنورمال ثرومبوس في الاندوثيال سيلز في البلاد فيسلز فطبعا الثلاثه برايمري ابنورماليتيز هم حدوث الاندوثيليال سيل انجري واللي هي الهايبر هلا راح نحكي فيها واللي هي ابنورمال blood فلو سواء كانت على شكل تيربلنس او stasis طبعا هاي الثلاثه ميكانيزم وجود اي واحده منهم او اكثر في blood فيسلز بتؤدي لانه يتشكل عندنا اللي هي يحدث ابنورمال اللي هي تشكل الثرومبوس في البلاد فيسلز وبنعرف مشاكل راح نحكي في مشاكل اللي هي الثرومبوس وجود الثرومبوس في اي بلاد فيسلز شو بتعمل في اخر موضوع الثرومبوسز فطبعا هدول الثلاث مع بعضهم بسموهم الفيرشوز تراياد وبالتالي دائما في اي بلاد في اي مريض تشكل عنده بلاد امب نورمال ثرومبوس بالهارت في البرين باي جزء بالبلاد. باي جزء بالجسم بيكون في واحد من الثلاثه ميكانيزم او اكثر اما صار عنده endothelial cell injury لسبب معين إما صار عنده hypercoagulability صار عنده يعني الكلوت سيستم عنده يفضل أنه يعمل coagulations أو بروك أو بسموها thrombophilia يعني أنه يميل أو محب للthrombosis everywhere أو abnormal clot اللي هي أو abnormal blood flow اللي هي صار عنده خلل في تدفق الدم سواء كان turbulent أو stasis stasis معناها slowing أو ركود في حركة الدم تيربلنت معناته انه خربطه يعني في عشوائيه في في حركه الدم نتيجه سبب معين نتيجه اعاقه فيزيكالي او نتيجه اعاقه فيزيكالي عاده بتكون لحركه الدم فالدم بصير يتحرك بشكل عشوائي هذا الشيء بحفزه انه يكون ويتجه يعمل ثرومبوسيس هلا طبعا هاي 3 فاكتورز عاده متصله مع بعضها البعض يعني عاده يعني مش واضح انه والله نحكي والله هذا السبب هو اندوثيال في اسباب طبعا كثير انها بتعمل اندوثيليال سيل انجري لكن عاده هي الاسباب كلها بتؤدي لبعضها يعني فبشكل عام بنلاحظ مثلا انه انه الابنورمال بلاد فلو راح نشوف انه مسؤول بيعمل لنا اندوثيليال سيل انجري والاندوثيليال سيل انجري ممكن تعمل لنا ابنورمال بلاد فلو فكانهم يعني بيخدموا بعض في نفس الوقت عندنا الاندوثيليال سيل انجري بالمحصله والابنورمال بلاد فلو بالمحصله بتعمل هايبر كوجيبيليتي على الجهتين فهاي الثري فاكتورز يعني كلها انتر كونكتد مع بعضها البعض بعض يعني لاسباب في اسباب مثلا بتكون خلص هي هايبر كوجبيلتي دائما هو هون السبب اندو دائما بيعمل اندوثيليال سيل انجري وهي السبب مثلا بيعمل لنا ابنورمال بلاد فلو هلا طبعا اللي في سؤال انه بدون طبعا ما يكون عندي كات للبلاد فيسلز هي المقصود في الاندوثيليال وهلا الانجري مش شرط تكون فيزيكال يعني ممكن بس انه تتعرض الخليه لريفيرسبل سيل انجري وتضلها موجوده يعني لكن هاي الريفيرسبل انجري اللي تعرضت لها بتحفزها انها تعمل ثرومبوزز يعني مش شرط انه يكون انا عندي يعني انتاكت بلاد فيسل فيزيكالي يعني ما صار كات للبلاد فيسلز هلا فالثري فاكتورز هاي او الثري ميكانيزم خلينا نسميهم او الاليات كمان مره كلهم بيأدوا مع بعضهم البعض يعني في الاخر تتشكل ثرومبوس في داخل البلاد فيسلز هلا راح نشوف نحكي فيهم ان ديتيلز نبدا في اول واحده واهم واحده عاده بيعتبروها اللي هي الاندوثيليال سيل انجري طبعا الاندوثيليال سيل انجري قبل شوي كنا نحكي في الاندوثيليال سيل والوظيفه العامه طبيعيا للاندوثيليال سيل شو هي بخصوص يعني موضوع التخثر يعني هي دائما في حاله انتيكوجل هلا اذا تعرضت الخليه لانجري سواء كانت هاي الانجري فانكشنال يعني تعرضت لسبب معين من اسباب السيل انجري لكن ما عمل لها فيزيكال دامج ظلت موجوده بس انه تاثرت وظيفتها يعني صار لها فانكشنال او طبعا فيزيكال disruption صار عندنا مثلا انجري وصار لوس للاندوثيليال سيلز نتيجه توكسينز نتيجه شيء معين نتيجه تروما داخليه هاي طبعا الخليه راح تنعكس مباشره البالانس اللي فيها من انتي ثرومبوتيك لا cells سيلز فراح تصير طبعا تميل لانها تعمل التخثر وتصير تدخل في حاله الهايبر كوجبيليتي ستيت فمباشره النورمال بالانس اللي هو تعودنا عليه وشرحنا عليه قبل شوي اللي هي الثلاث نقاط اللي هي الانتي ميكانيزم 3 راح يصير لها طبعا تنعكس يصير انهبيشن للانتي ثرومبوتيك بنفس الوقت راح يصير عندنا انكريز للاكتيفيتي للبروكوجلانت فاللي راح يصير انه ديكريز انتي كوجلانت راح راح تبطل تصنيع التي بي اي وراح تقلل تصنيع الثرومبوموديولين والهيبارين وراح يتوقف تصنيع البروستاجلاندين وتوقف تصنيع الاي دي بيز والنايتريك اوكسايد في نفس الوقت الخليه راح تبلش تصنع اللي هو التيشو فاكتور وتسمح للبليت تستعمل ادهيجن تبلش تعمل اكتيفيشن للكلوتنج سيستم. في حاله انها تعرضت للانجري. يعني بدها تصير اكتيفيتد بما معناه. مفهومه؟ اوكي هلا في حدا بيسالني عن اول تنتين انه هي مش مفهومات هلا اندوثيل سيل انجري يعني شو اللي بيسبب السيل انجري بشكل عام ممكن يكون شيء فانكشنال يعني تعرضت خليه مثلا لنوع من انواع التوكسنز عمل لها ريفرسبل انجري او اثر على وظيفتها شيء معين ماده معينه راح نشوف هلا امثله مش شرط انه الفكره مش شرط انا انه يصير عندي فيزيكال لوس يعني انه خليه نفقدها انه في النقطة الأولى هون إن الخلية لساتها موجودة لساتها الخلية يعني عايشة موجودة لكن تأثرت نتيجة تعرضها لشيء معين تأثرت وظيفتها فصارت إنه يعني صارت disruptions لل يعني إنه الفكرة نحكي إنه مش شرط إنه الاندوثيلة اللي صار لها لوس أو إنه صار لها damage زي مثلا ما بصير في في الـ في النورمال هيموستاسيس لما نتعرض للانجري او ممكن يصير عندنا فيزيكال disruption مشابه طبعا للحالات النزيف او القطع للبلاد vessels، لكن هون شيء انترنال داخلي يعني لسبب من الاسباب المعينه فسواء هاي سواء هاي في الحالتين يعني احنا بنحكي انه الخليه معنى كلمه injury، انه سواء كانت فانكشنال injury او اللي هي الفيزيكال injury، انه الخليه صار لها لوس من موقعها صار لها damage واختفت يعني زي ريفرسبل سيل injury، في الحالتين الخليه راح تصير لها اكتيفيشن وتصير تميل لانها تعمل وتحفز عمليه ال سيستم system نورمالي طبعا وتشكل هنا خثره في موقع الانجري اللي صار الاسباب اللي بتعمل اندوثيليال سيل انجري اسباب كثيره وممكن يكون لها تفسير معظمها بعض بعض الشغلات في ما لها تفسير شو بنتوقع من الشغلات اللي ممكن تعمل لنا اندوثيليال سيل انجري Radiation, okay. أوكي. بس آه بريك دقيقتين وبنرجع بس بدي في مشكلة ما. برجع لكم ثواني قدو بريك دقيقتين وبنرجع سوري على المقاطعة نرجع نكمل المحاضرة صار في زي مشكلة بسيطة اوكي وصلنا لحد نحكي عن الأسباب اللي تعمل Endothelial انجري آه ذكروا انه في عندنا Toxins، ضغط صحيح أهم شيء اللي هي راديشن بيعمل Blood Pressure العالي Inflammation ممكن يعمل الاسكيميا مضبوط بتعمل برضه Endothelial انجري واللي هي الفيرالز الانفكشنز بشكل عام. هلا الاشياء اللي ممكن تعمل انتثيليل سيل انجري وبالتالي تحفز الانفلاميشن الكوجليشنز اه في المكان زي الهايبرتنشن والهايبرتنشن بنلاحظ انه بنسمع عن الهايبرتنشن كواحد من المسببات واحد من الريسك فاكتورز الاساسيه لتشكل الميocardial infarction او الجلطات القلبيه او التخثرات في الشرايين التاجيه اللي هو المرضى اللي بي دائما بيعانوا من ارتفاع في ضغط الدم نتيجه انه الفيزيكال trauma او الفيزيكال injury اللي بي او الفيزيكال او الفانكشنال injury اللي بيعملها ارتفاع ضغط الدم على Endothelial cells. في نفس الوقت برضه بنسمع عن دا عامل دائما دا مهم وليش دائما بيحكوا عن ارتفاع الكوليسترول وعلاقته مع مع اللي هي التجلطات وعلاقته مع سواء الجلطات اللي هي الستروك الجلطات الدماغيه السريبرال انفاركشن او مع Myocardial انفاركشن. السبب في انه الكوليسترول يعتبر من من المسببات للاندوثيليال سيل انجري لما بيتجمع في البلاد فيسلز لما بيتجمع في البلاد فيسلز وفي الماكروفيج هو بحفز الانفلاماتوري ريسبونس في داخل هاي البلاد فيسلز وبالتالي هو بي كانه بيعمل سواء زي انجري فانكشنال انجريز او بيأثر على وظيفه الطبيعيه بشكل عام للاندوثيليال انجري فغير انه بسكر بنفس الوقت برضه تجمع الكوليسترول هلا راح نحكي فيه في جدار الوعاء الدموي بشكل برضه زي شيء بخرب او بيعمل ابنورمال بلاد فلو فالابنورمال بلاد فلو نفسه بيرجع بيعمل انفيلس لكم انه الاسباب كانها مترابطه مع بعضها هلا التفسير هي التفسير بس على اساس الواحد يعني يكون فاهم اكثر بس انه يعني ما يروح ان لهم هلا من الشغلات المهمه برضه ما حدا ذكرها اللي هي السيجرت سموكينج وبنعرف برضه سموكينج دائما وبربطوها مع وجود اللي هي المايوكارديال انفاركشن مع امراض القلب وامراض الشرايين هي فعليا لانه النيكوتين يعتبر توكسيك ماتيريال على الاندوثيليال سيل على الاندوثيليال سيل وبيعمل لها انجري واي انجري على مدى يعني على تراكم هاي التوكسينز في الاندوثيليال سيل انجري في بيساعد طبعا مع وجود العوامل فبالتالي مثلا بنلاحظ انه المرضى اللي عندهم هايبرتنشن هايبر, هايبر كوليستريميا وسموكينج أكثر من غيرهم ريسك لأنه يتعرضوا للأمراض لأ... لأ... القلب اللي هي myocardial ل... انفاركشن أو اللي هي لما أب... تجلطات اللي هي في الشرايين التاجية بالقلب. فهي طبعا الثلاثة أنا حطيتهم مع بعض أنهم من أهم العوامل اللي إحنا بنشوفها الـ environmental factors اللي بتساهم في عمل endothelial انجري injury. نتكلم عن حاجة حكيناها سابقا اللي هي turbulent blood flow أنه الابنورمال abnormal blood flow أو turbulence أو هي اضطراب خلينا تيربلنت معناته انه حركه الدم تكون مخربطه نتيجه وجود تضيق في الشريان او توسع في الشريان بشكل عام يعني هذا الشيء او التغير في الشريان غير بشكل غير طبيعي ادى الى انه حركه الدم تصير اب وبالتالي الدم بصير يتحرك في كل الاتجاهات عشوائيا ويضرب بالتحديد في الجدار هل عاده البلاد فلو بيمشي بيمشي بالوسط تدفق الدم بحيث انه ما يمارس اقل ضغط ممكن على الجدار لكن انه الدم في حاله صار خلل معين في جدار الوعاء صار تضيق او توسع بصير فيه حركته تيربلنت حركه الدم بشكل عشوائي بشكل تيربلنت بصير يعمل زي كانه فيزيكال تروما على الاندوثيلال سيل وبالتالي ممكن يعرضها للانجري ويحفز عندنا عمليه الثرومبوسيس فيها من الشغلات اللي تحكتوها برضه الراديشن انجري ممكن تعمل اندوثيلال سيل انجري وبالتالي تحفز انه يتشكل ثرومبوس في المكان وفي الموقع اهم شيء والبكتيريال برودكتس او الانفكشنز بشكل عام البكتيريال برودكتس زي ما حكينا انه البكتيريال برودكتس ممكن بعض انواع البكتيريا تفرز سم toxins هاي تكون هاي التوكسنز نفسها تعمل endothelial cell injury وفي حدا حكى الاسكيميا او نفس اللي هي اذا تعرض مثلا تشو ما او تعرض البلاد الهارت مثلا the myocardial infarction فممكن يتشكل زي خثره في داخل القلب رح نحكي فيها، هلا الثرمبس ممكن تتشكل في داخل البلاد فيسلز سواء فين او artery لكن ممكن في عندنا نوع من انواع الثرمبوس الثرمبوسز او الثرمبوس اللي هي بتتشكل في داخل heart شامبرز في داخل الفنتريكلز بالتحديد في داخل الليفت فنتريكل او في الاتريوم او في رايت اور ليفت فنتريكل او اتريوم ممكن تتشكل خثره فيه. نتيجه طبعا تعرض القلب للمايوكارديال لمايوكارديال انفاركشن هذا الشيء بيؤدي الى موت الاندوثيليال لايننج اللي هي برضه بدنا نعرف كمان شغله انه الاندوثيليال لايننج او الاندوثيليال سيلز برضه لايننج للهارت يعني اول طبقه في في الهارت وول هي من الاندوثيليال سيلز الاندوثيليال سيلز موجودين وين ما موجود الدم بالجسم بالتالي مثلا لو تعرض القلب لماي... لمايوكارديال انفاركشن هي نفسها نتيجه تخثر في الشريان الكور... الكورونري ارتري او الشرايين التاجيه رح يموت طبعا جزء من عضله القلب المنطقه اللي بتموت فيها ما هي بتموت فيها الاندوثيليال سيل اندوثيليال سيلز وبالتالي بحفز تكون خثره وبس وين طبعا الخثره هاي في داخل جدا في داخل الفنتريكل في داخل الاتريوم في داخل الهارت تشامبرز طبعا هذه الترومبس بسموها الميورال Thrombus، راح نحكي فيها كمان شوي من الاسباب برضه اللي بتعمل اندوثيليال سيل انجري انه دايركت تروما على البلاد فيسلز سواء كانت انفلاماتوري او تروما اللي هي وتسبب الانفلاميشن في داخل البلاد فيسلز هي تعمل فاسكولايتس زي الانفلاماتوري اوتو اميون ديزيزز اللي هي يكون في عندنا انتي بوديز بتهاجم الاندوثيلال سيلز تعمل لها دامج او تروما مثلا من الانسترومنت او بعض بعض المعدات زي القسطره في عمليه القسطره احنا بندخل زي واير او سلك في الشريان فممكن يعمل اي تروما او او اي بروسيجرز في البلاد فيسلز عرضتها لتروما ممكن تعمل انجري ومن الشغلات برضه اللي بتعمل انجري وجود الصمامات الصناعيه في البلد بعض مشاكل الصمامات الفالس والهارت ممكن يضطروا يستبدلوهم بصمامات صناعيه هاي الصمامات لانها ما شو ما كانت ما راح تؤدي زي الوظيفه الطبيعيه فهي بتعمل زي تيربلنت بلاد فلو والتيربلنت تيربلنس في البلاد فلو بيرجع بيعمل لنا اندوثيليال سيل انجري وبيحفز الثرومبوسس هلا في حد سالني انه كيف التيربلنس مش فاهم احنا حكينا طبيعيا الدم بيتدفق بشكل لينير بالبلاد فيسلز بحيث انه يمارس اقل ضغط على البلاد لكن اذا حدث خلل مثلا زي صمام صناعي تضيق في الشريان توسع بالشريان النورمال فلو للبلاد رح يصير كانه بكل تيربلنت عشوائي بكل الاتجاهات حركه الدم هاي العشوائيه ممكن تعمل زي فيزيكال تروما على الاندوثيليال سيل انجري وتعمل لها سواء فانكشنال او فيزيكال انجري في الاندوثيليوم وتحفز تكون الثرومبوس او تعملها زي اكتيفيشن لهي الاندوثيليال cells. هلا رح نحكي في الامبوليزم النقطة الثانية في الثرمبوسز او في عملية الثرمبوسز اللي هي وجود abnormal blood flow زي ما لاحظنا طبعا ال abnormal blood flow ممكن يعمل لنا endothelial cell injury لكن في نفس الوقت ال abnormal blood flow لحاله ممكن يحفز اللي هو directly يعني يعمل يحفز اكتيفيشن لل clotting system ويعمل هلا ال abnormal blood flow في انه مفهومين اسمهم turbulent والستيسز وبيختلفوا عن بعض راح نشوف التيربلاند وين بيكون Stasis وين بيكون اكثر هلا طبيعيا الدم بيتحرك زي ما حكيت لكم لامينر موفمنت خلايا الدم بتتحرك دائما بالوسط والبلازما على الطرف بشكل عام يعني بسنترالي بهذا الشكل طبيعيا طبيعي احنا بنحكي هلا اي خلل في هاي الحركه اللامينر موفمنت للبلاد فيسلز انه صارت هاي الخلايا ما تتحرك بشكل سنترالي صارت تتحرك على المارجنز هذا الشيء ممكن يعمل عندنا آه خلل وممكن يعمل حاله آه سواء كانت حنشوف كيف حنشوف كيف بيعمل سواء كانت ستيسز او تيربلنس في حركه الدم الطبيعيه طبعا تيربلنس كمان مره شو بتعمل؟ تعني ان ايكوال آه فوضويا حركه آه حركه الدم بتكون عشوائيه بكل الاتجاهات بينما الستيسز حكينا بالانفلاميشن او بالسيل انجري بيعني اللي هو السلوينج في في حركه الدم او بطء في حركه الدم نتيجه اسباب هلا راح نشوف كيف بعض الاسباب ممكن تعمل استازس او مش راح نحكي يعني مثلا زي صار اغلاق صار مثلا عدم حركه هاي من الشغلات اللي ممكن تعمل ستيسز بشكل عام الابنورمال بلاد فلو في جزء منه بيؤدي للهايبر كوجيبيليتي وجزء منه بيؤدي للاندوثيليال سيل انجري فاذا كان في عندي انا تيربلنس في حركه الدم عشوائيه في حركه الدم او انه الدم مش لامينر بيتحرك بكل الاتجاهات نتيجه خلل معين في البلاد فيسلز نتيجه وجود اعاقه لحركه الدم فيزيكال ديسربشن او نتيجه وجود ستيسس او ركود سلوينج في حركه الدم نتيجه اغلاق في الفينز نتيجه عدم حركه من المريض انه المريض ما بيتحرك لمده طويله لمده طويله هذا الشيء بيعمل له ركود في الدم بشكل عام سواء التيربلنس او الستاسيس يعتبر ثرومبوجينيك او محفز لعمليه الثرومبوسيس في اكثر من من نظريه او ثيوريز حكينا في جزء منهم كيف بيعمل مثلا شفنا التيربلنس بيعمل اندوثيليال سيل انجري بس طبعا الاستيسز ما حكينا فيها هلا راح نحكي فيه هلا بشكل عام التيربلنس والستيسز يعني يعتبروا من البريديسبوزنج فاكتور لعمليه الثرومبوسيس والمحفز للثرومبوسيس هلا الاستيسز لما بكون انا عندي استيسز البليتلتس بتكون حركه اللامينر حركه الخلايا بالوسط بتتخربط بتصير الخلايا اقرب على الاطراف فالستيسز بشكل عام بقرب البليتلتس اكثر وبيعمل لها كونتاكت اكثر مع الاندوثيليال وبالتالي مجرد اي محفز بسيط او بدون بدون اي محفز هاي الخليه بتصير اذا تعرض اي البلد فيسلز لاي محفز بسيط بتميل بسرعه لانها تعمل ثرومبوسيس لانها موجوده بالقرب من الاندوثيليال سيل بينما نفس الشيء الستاسس بيعمل سلوينج للوش اوت يعني هلا مثلا صار عندي مثلا انا جرح بسيط في الجسم لكن في لوجود ستيسز مثلا لوجود ستيسز لوجود ستيسز او ركود في حركه الدم طبعا عمليا انه وجود الستيسز بقلل من الواشنج للاكتيفيتد فاكتورز فمثلا انا لو كان عندي اكتيفيتد كلوت فاكتورز طبعا الجسم اوكي عنده انتي ثرومبوتيك ميكانيزم بس في نفس الوقت برضه بيعتمد لانه هاي الكلوت فاكتورز تمشي وتتم تكسير معظمها في الليفر يعني فانه بتمشي من الموقع من الدوره الدمويه ومين ما بتكون اكتف بكسرها في الليفر لكن فرضا انه انا عندي الدم ما بيتحرك في منطقه وفيه ستاسيس فهي الاكتيفيتد كلوت فاكتورز بتضلها موجوده بتركيز عالي في المنطقه وبالتالي كانه بصير اللي بدل ما الكلوت تصير صغيره او بتضلها الكلوت تكبر وتكبر, وتكبر وتعمل بروباجيشنز وتكبر نتيجه انه ما في واش اوت لهي الاكتيفيتد كلوت فاكتورز عن طريق اللي هو تدفق الدم في الاورجان او في التشو اللي مثلا فيه المشكله وهي كانها بتعمل هايبر يعني والتيربلنس زي ما حكينا ممكن يعمل لنا اندوثيليال سيل انجري طبعا بهي الطرق الثلاثه سواء الستيسز او اللي هي التيربلنس ممكن تحفز عمليه الثرومبوسيس فاذا ما نحن نلاحظ انه الابنورمال بلاد فلو بيؤدي بالاخير في جزء اذا تيربلنس بيؤدي لاندوثيليال لأ انجري واذا طبعا ستيسز بيؤدي للنقطه الاخيره اللي هي الهايبر بشكل عام هلا النقاط هاي يعني مش كثير كثير مهمه بس نكون عارفين فاهمين انه كيف الابنورمال بلاد فلو ممكن يحفز لنا الجهتين فزي ما حكيت لكم في البدايه انه 3 بارتس او 3 ميكانيزم كلهم انتركونكتد بشكل مع بعضهم البعض بشكل يعني بخلي موضوعهم شويه صعب للفهم نوعا ما هلا بشكل عام بدي انه الستيسز التربلنس هو اكثر بيكون بالارتيريال والكارديك ترومبس بينما الستيسز هو الميكانيزم بنشوفهم اكثر في الخثرات اللي بتتشكل بالفينس سيستم نيجي لاخر ميكانيزم بعديها نشوف الاسئله على الموضوع من جواب اللي سالوه اللي هي الهايبر كوجيبيليتي الهايبر كوجيبيليتي ببساطه معناته انه يستخدم لها تيرم ثاني اللي هي الترومبوفيليا انه الدم بيكون يميل او محب للتخثر يعني بسبب فاكتورز بسبب شغلات موجوده ريسك فاكتورز اكواير بسبب شغلات متوارثه او جينيه بحيث انه الدم بكون ابنورمال بحيث انه يفضل انه يعمل الثرمبوزس. فانه بشكل عام بالايبر كوكابيلتي انه انا في عندي خلل في الكواجيليشن سيستم كلهم بجميع الكومبوننتس لهم بحيث انه يكون الخلل هذا الخلل بميل انه الدم للحاله البروكوكالينز. دائما الدم عندهم بحاله بحاله ميول لاتجاه التخثر، بحاله بسموها الثرمبوفيليا. نتيجه كثير نتيجه كثير عوامل وراثية أو عوامل acquired يعني من الـ environment هلا هنشوف أمثلة عليها وطبعا هاي العوامل كثيرة معظمها ما أسباب ومعظمها ما بتظهر لها أعراض يعني إلا إلا إذا الإنسان مثلا تعرض لتروما أو لتعرض لشيء معين اللي هو يحفز إنه تتشكل تخثر بشكل عام الهايبر هو يعني مسؤول أكثر عن معظم حالات الفينس ثرومبوسيز ومنلاحظ إنه الهايبر hypercoagulability إما بكون لاسباب inherited متوارثه بنسميها برايمري او لاسباب سكندري مكتسبه اكوايرد بعد ما ما لها خص يعني ما انها ما هي متوارثه طبعا البرايمري inherited هايبر في خمس اسباب لها او هي عباره عن طفرات جينيه عاده في واحده من ال من السيستم او من الكلوتنج سيستم سواء ال كانت الفاكتورز او الانتي ثرومبوتيك ميكانيزم نتيجه حدوث طفرات فيهم هلا اشهر طفره او اشهر مرض متوارث بيعمل هايبر State ستيت اللي هو فاكتور 5 ميوتيشن هو الموست Common كوز للانهيريتد Inherited Hypercoagulability هلا الفاكتور 5 ذاكرين امبارح الفاكتور 5 شو كان يعمل؟ حدا يذكرنا بالفاكتور 5 شو كان يعمل الثرومبين كان يحول يعمل له اكتيفيشن يحول الفاكتور 5 اكتيف الفاكتور 5 اكتيف كان يحول فاكتور 10 فاكتور 10 اكتيف ومين البروتين اللي كان مسؤول عن تكسير الفاكتور 5 بعد ما يصير اكتيف بروتين اس بروتين سي هو واس مع بعضهم يعني. اوكي على اساس طبعا انا احكي لكم شو اللي بصير اللي بصير انه في هاي الطفره بالتحديد لما بصير في طفره في الفاكتور 5 بصير, الفاك بصير الفاكتور بصير الفاكتور 5 ريزيستنت للانكتيفيشن باي بروتين سي بصير مقاوم لعمليه الانكتيفيشن باي بروتين سي وبالتالي فاكتور 5 بضل دائما اكتف اذا تعرض المريض مثلا لانجري او تروما وبالتالي بضلوا كانه في حاله انه دائما اكتيفيشن وما بصير له نتيجه حدوث طفره في الموقع بالتحديد اللي بيعمل فيه البروتين اس اللي هو البروتين سي الكت او الكليفج او الانكتيفيشن له فهي بسموها طبعا اللايدن ميوتيشن او الفاكتور او فاكتور لايدن ميوتيشن او فاكتور 5 ميوتيشن هي الموست كومن كوز كمان مره بيكون عند الفاكتور 5 زي طفره او ميوتيشن في موقع اللي هو في الموقع اللي بيعمل فيه فاكتور سي له الانكتيفيشن وبالتالي هذا الفاكتور بضل اكتف بشكل مستمر هلا في عندنا أذر mutations اللي هي البروثرومبين ميوتيشن في طفره بتصير في الجين اللي بيصنع البروثرومبين وبصير الجسم يصنع تقريبا ثلاث او اربع اضعاف الوضع الطبيعي من البروثرومبين عند اي شخص المريض اللي عنده البروثرومبين ميوتيشنز وعنده كميه عاليه من البروثرومبين في حاله تعرض لاي ماينر انجري نتيجه وجود كميه عاليه من البروثرومبين ممكن تحفز تكون تخثرات بشكل كبير عنده بالجسم او بدون ما يتعرض لاي انجري فكانه العوامل مرات تساعد مع بعضها البعض بعض يعني انه كومبينيشنز من ريسك فاكتور هلا في كمان انتي deficiency. بعض الطفرات بتصيب الجين المسؤول عن تصنيع الانتي وهذا الشيء بقلل من, من مستوى الانتي ترومبين 3 في الجسم وبنعرف انه الانتي هو من الانتي ثرومبوتيك ميكانيزم وبالتالي انا اذا ما عندي انتي ثرومبوتيك ميكانيزم او في عندي نقص في هاي البروتينات وبالتالي الجسم راح يكون ميال للحالة التخثر بشكل اكبر وفي طفرات ممكن تاثر على تصنيع على كميه البروتين سي والبروتين اس طفرات ممكن تصيب الجين المسؤول عن تصنيع بروتين سي وبروتين اس وهي الطفره طبعا يا اما بتقلله لزيرو او عاده هي ما بتقلله بتقلل نسبته في الدم لانه هيتروزايجوس هي بالعاده بالتالي في جين لسه بكون يصنعه بالتالي بتقل كميه بروتين سي واس في الجسم الليفل اللي لهم وبالتالي واحده من الانتي ثرومبوتيك ميكانيزم قلت وبالتالي هذا الشيء بخلي الدم يميل دائما لحاله الثرومبوسيس والثرومبوفيليا ركزوا لي بس على ركزوا لي اكثر شيء عن الانهرتد الفايف الفور هاي اكثر من ما نحكي عن الاكوير هلا بشكل عام الام سي سي هي الموست كومون كوز يعني الموست كومون كوز اوكي هلا okay. الاكوايرد هايبر كوجبيلتيز الاكوايرد عاده هي مشابهه تقريبا لكل اللي حكيناهم يعني في الاخير حكينا انه الستيسس الستيسس بيعمل هايبر كوجبيلتي والابنورمال والاندوثيليال سيل انجري ما هو بيعمل هايبر uh, يعني بالاخير انه السكندري هم نفسهم يعني بيخدموا بعضهم الثلاثه يعني بس ممكن نتكلم عن واحده من الشغلات اللي هي البرولونج بيد ريست والايموبلايزيشن وهي كثير كثير انتبهوا واهتموا فيها اللي هي كثير بنشوفها خصوصا بعد العمليات لمريض مثلا عمل عمليه عظام وما وعمليه في, في الاقدام او عمليه في الاعصاب وطلب من طلبنا منه انه ما يتحرك لمده مثلا اسبوع اسبوعين عمليه عدم حركته او الركود والستيسس في الدم تعمل هايبر <applause> ستيت وبالتالي المرضى اللي دائما ما بيتحركوا عندهم ريسك اعلى من غيرهم انه يصير عندهم تخثرات لهيك طبعا المرضى اللي احنا بنشك انهم ما راح يتحركوا لمده طويله بعد العمليات دائما بنعطيهم بروفيلاكسس انتي thrombotic انتي ميديكيشن اللي هم تعمل لهم انتي زي 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 الوارفرين او زي الهيبرين وغيرهم من الادويه دائما بنعطيهم اياها وقايه قبل ما يصير عندهم اي تخثرات في الجسم خصوصا في اي فين بالتحديد بتصير اوكي ما حدش عارف في اي فين عادة اكثر شيء بتصير عندهم بالفينز وهي اكثر شيء باللور ليمز فين وبالتحديد في الديب فينز في الليج وهي بيكون عندهم ريسك انها تنفصل وتعمل امبولايزيشن هلا راح نحكي فيها اللي هي هاي تشو دامج بشكل عام تعرض التشو لش... لاي انجري بحفز برضه بدون ما يعمل اندوثيلال انجري برضه بحفز كمان اذا عمل اندوثيلال انجري او بحفز بيرفع الهايبر كوجبيلتي ستيت سواء كانت سيرجري او فراكتشر من الشغلات برضه المهمة جدا هلا بعيد النقطة اللي حد سألني عنها هلا من الشغلات المهمة اللي بتعمل هايبر كوجبيلتي هي الكانسرز الكانسرز دائما مرضى الكانسر بشكل عام هم في دائما في حالة هايبر شو تفسير كيف الكانسر بيعمل هايبر بشكل عام خلينا نحكي بشكل عام الكانسر سيلز بتميل بتفرز بعض الماتيريالز زي الميوسين خصوصا اهم شيء الميوسين يفرز من الكانسر سيلز هاي الماتيريالز بشكل عام بتحفز بتعمل اكتيفيشن للاندوثيليال سيلز هي بروكوجلنت ماتيريالز بتحفز coagulation نتكلم عن اهم شيء ماده الميوسين مش مهم طبعا نعرف الميوسين وغيرها بس نكون فاهمين المبدا والفكره انه الكانسر سيلز تفرز سم ماتيريالز تعتبر بروكوجلنت ومحفزه للكوجليشن الميوكارديال انفاركشن حكينا في موضوعها برضه الميوكارديال نتيجه الاندوثيليال انجري وجود بروستتيك cardiac valve برضو بتحفز الهايبر نفسها هلا في بعض الامراض برضه الاكوايرد اللي هي زي خصوصا اللي هي زي ال SLE systemic lobos Erythematosus وفي عندنا الـ فوسفوليبيد سيندروم syndrome في كثير ديزيزز اكوايرد ممكن برضو تعمل hyper من الشغلات الكومن اللي هي مش كومن يعني هي من الشغلات النورمال لكن الشخص بيكون في حاله hyper اللي هي البريغنسي البريجنانسي في حاله الحمل نتيجه تحفيز الاستروجين بحفز الليفر ينتج كثير كلوتينج فاكتورز فهي تعتبر من الهايبر كوجبيلتي ستيتس اللي هي حاله البرجننسي ايه؟ بعض الليفر ديزيزز برضه ممكن تعمل هايبر state ستيت بغض النظر المهم نكون عارفين اهم شيء تركزوا لي على الكانسرز والاموبلايزيشن والتيشو دامج الثلاثه ونركز اكثر شيء على الانهيريتد وان منهم هلا في سؤال حد بيسالني اعيد الفاكتور 5 الفاكتور 5 كمان مرة إذا صار فيه ميوتيشن أو خلل في الجين اللي بيصنع الفاكتور 5 راح ينتج لي فاكتور 5 ميوتنت يعني في خلل في الفاكتور 5 بالتحديد بنتكلم عن الميوتيشن في ما اسمها اللايدين ميوتيشن هاي الميوتيشن بتصير في الموقع اللي بيربط فيه بروتين سي بروتين سي حكينا عنه من وظيفته من وظائفه يعمل انكتيفيشن للفاكتور 5 اكتف بيربط في الفاكتور 5 بيعمل له كليفج وتقطيع للفاكتور 5 هلا في حاله صار ميوتيشن في الفاكتور 5 وخلل في الموقع اللي بيربط فيه الفاكتور سي ببطل الفاكتور سي قادر انه يعمل ان اكتيفيشن للفاكتور 5 فبضل اكتف هاي بسموها الفاكتور 5 ميوتيشن وبالتالي بضل اكتف وبالتالي بضل يحفز الكوجليشن سيستم باستمرار في حد عنده أي سؤال نأخذ البريك 10 مينيتس ونرجع هلا اي شعبه اللي لابعه على الواحده 22 ولا 23 You know I'm saying, اوكي تمام خلينا نكمل في المحاضرة اللاب راح يكون تقريبا ساعة بدنا نحكي في اخر موضوع بالثرومبوسز اللي هو نتكلم عن انواع الثرومبوسز من ناحية الموقع الثرومبوس في الجسم ممكن تصير في اكثر يعني ممكن يكون في اي مكان فيه الـ في الاندوثيلا سيلز في اي منطقة في الفاسكولار سيستم في الكارديو فاسكولار بالتحديد فممكن تصير عندنا بالارتري ممكن يكون بالفينس ممكن تكون بالاضافه بالهارت تشامبرز والأورتا واللي هي بنسميها الميورال ثرومبس فكمان فالميورال ثرومبس هي الثرومبس اللي بتتشكل عندنا في الهارت تشامبرز وفي داخل في الاورت كلومن فزي ما حكينا انه الثرومبس بتتشكل في اي سايتس في الكاردو من الهارت الهارت تشامبرز والفنتركل والاتريوم الفنتركل والاتريوم الأورتاز ولحد ما نوصل الكابيلاريز والفينس سيستم في والارتري والارتيريال سيستم في اي موقع من هاي الموقع ممكن تتشكل عندنا اللي هي الثرومبوس هلا راح نشوف الفروقات ما بين الثرومبوس اللي بتتشكل في الارتري الفروقات ما بين الثرومبوس اللي بتتشكل بالفينز واللي بتتشكل في الهارت في الهارت او الميورال اند هلا بشكل عام الفينس سيستم او الارتيريال سيستم اتجاه تدفق الدم او نمو الثرومبوس اول ما بتتشكل الثرومبوس بشكل عام هي بتبدا صغيره بهذا الشكل عندنا الترومبس بتتشكل هون بالارتري او بالفين بتكون بالبدايه متصله مع الجدار بإيه؟ مع فيرملي يعني ما بتكون هالادهرنت بشكل قوي في الجدار بتكون فيرملي اتاتش للوول بعدها طبعا الثرومبس بتبلش تنمو او تعمل بروباجيشن او تبلش تكبر بتبلش تتجمع اكثر واكثر بليتلتس اكثر واكثر اريد بلاد سيل ترتبط فيها وتتراكم الفايبرين اكثر واكثر وبتبلش هاي تبدا عمليه الجروث لها او بنسميها بروباجيشن يعني عمليه نمو الخثره والبروباجيشن طبعا الخثره بتنمو دائما باتجاه القلب سواء كانت بالارتري او بالفين بالارتري او بالفينز هي تنمو باتجاه القلب يعني بتكبر باتجاه الهارت توورد ذا هارت يعني فالقلب فدائما الخثر الخثره تن تو بروباجيت توورد ذا هارت وبالتالي لو سالنا لكم في الارتري بما انه بنعرف انه الخثره سواء كانت بالارتري او بالفين هي بتنمو باتجاه القلب من ناحيه من ناحيه اتجاه الدم الارتر الخثره في الارتري بتنمو ريتروجريد للدم ولا انتيروجريد يعني مع اتجاه الدم ولا مع عكس اتجاه الدم القاعده بتقول انه الخثره لازم تنمو باتجاه القلب وبالتالي لو بدنا نسال هيك سؤال انه في الارتر بتكون عكس اتجاه الدم ولا مع اتجاه الدم عكس مزبوط، هي عكس اتجاه الدم اللي هو بالريتروجريد لانها بدها تروح باتجاه القلب، وبالتالي الأرتيريال ثرومبس جرو ان ريتروجريد دايركشن بشكل معاكس لاتجاه الدم، بينما في الفين هي بتنمو بتكبر او بتعمل بروباجيشن مع اتجاه الدم in the direction of blood flow، بهذا الشكل زي ما احنا شايفين، هي الدايركشن للبلاد فلو وهون الدايركشن للبلاد فلو، القاعده بتقول انه الثرومبس tend تو بروباجيت باتجاه القلب. هلا من ناحيه الدم اكيد بما انه الارتري بيحمل من القلب للالتشوز وبالتالي انه بدها تنمو بعكس اتجاه الدم حتى حتى باتجاه القلب فبهذا الشكل هاي شو معنى كلمه propagation؟ انه بتضل تكبر thrombus بهذا الشكل نفس الشيء بالفين بهذا الشكل في الحالتين بتكون باتجاه القلب بالارتري عكس اتجاه الدم بالفين بتكون باتجاه الدم طبعا هاي البروسيس اسمها البروباجيشن بالبدايه كمان مره الثرومبس بتبدا صغيره في الجدار بتضلها تعمل وتكبر وتجمع طبعا هي كيف بتكبر زي كمان مره بتجمع مور اند مور بليتليتس مور اند مور ريد بلاد سيلز بترتبط في الفايبرين مور اند مور فايبرين ديبوزيشن الديبوزيشن بصير عليها فالخصف. فهي العمليه بسموها البروباجيشن اوف ثرومبس راح نشوفها كمان شوي هلا حكينا عن ثلاث انواع من الخثره من ناحيه السايد في عندنا فينس ارتيريال والميورال ثرومبوس كمان مره الميورال ثرومبوس هي الخثره اللي بتتشكل في داخل تشامبرز للهارت في الفنتريكل والاورطه مع بالاضافه للاورطه هاي بسموها الميورال ثرومبوس اللي بهمنا نعرف بالتحديد المقارنه ما بينهم وبالتحديد الباثوجينيسز واخر نقطه اللي هي الثرومبوس كومبوزيشن او مكون مكونات الثرومبوس هلا الباثوجينيسز للفينس ثرومبوسز جزء مر علينا حكينا فيه في الفينس ترومبوسيس حكينا م م هل هي فيها تيربلنس ولا ستيسيس شو حكينا قبل شوي عن الفينس بتتشك مين اكثر بيعمل لنا الفينس الستيسيس ولا الاندوثيلال للأنجري ولا الهايبر كوجيبيليتي شو رأيكم؟ اوكي مظبوط ستاسيس نوت تيربلنت حكينا انه الستاسيس هو الموست باثوجينيك ميكانيزم اللي هي مسؤوله عن تشكل الفينس ثرومبس طبعا الستاسيس عاده الخثره بتكون المور دومينانت لانه ما في اندثيليال انجري تكون اغلب الخثره عباره عن معظمها تشكلت من الكوجليشن كاسكيد ومعظمها فايبرين وراح نشوف كمان في شيء مع الفايبرين بيكون كميه الفايبرين اعلى من كميه البليتتس في هاي الخثره فهي دائما المين ميكانيزم بالفينوس هي الاستاس بينما طبعا بالارتيريال عاده الارتيريال بتكون المين ميكانيزم المين ميكانيزم هي الاندوثيلا انجري وبما انه في اندوثيليال انجري زي ما ذاكرين في اول خطوه اللي هي Platelets اجريجيشن في رح يكون تجمع اكثر واكثر للPlatelets فالارتيريال Thrombus بيكون عاده فيها المين كومبوزيشن فيها اللي هي Platelets طبعا موجود الفايبرين وموجود الكلوتنج سيستم وهون موجود, موجود البليتلتس في الفينس لكن احنا بنحكي عن كميه مقارنه يعني هلا هون بيكون Coagulative كاسكيد هي اكتيف اكثر من البليتلتس اكتيفيشن وكميه الفايبرين بتكون اعلى بينما في الارتر بيكون البليتلتس اعلى نسبيا من الفايبرين بينما بالهارت تشامبرز عاده بيكون الخلل الجهتين مكس اما بيكون تيربلنت بلاد فلو انجري وعاده الثرومبوس بتكون بشكل ميكس من البليتلتس وميكس من الفايبرين بشكل كبير بشكل متساوي رح نحكي فيهم الكوزز لهم حكيناهم سابقا يعني والارتيريالي عاده اللي هي الأثيروسكليروسز أو تجمع الدهون في جدار القلب وإذا صار لها أزاي إنجري بينما بالهارت تشامبرز عاده بكون عندنا أريثمياز كارديوميوباثي انفاركشن أو مايوكارديتس هلا الأ... الأريثمياز إنه بكون عندي أنا خلل في حال في انك... يعني الإنقباض بتعرفوا الأريثمياز مرت عليكم العام ومن المواضيع الصعبة شوية كانت بالفسيولوجي او بالأبنو او بالكارديولوجي يعني اللي هي انه عدم انتظام في حركه القلب الاريثميا بتعمل تيربلنت بلاد فلو وبتؤدي ممكن لاندوثيل انجري او بالتيربلنس اللي بصير انه يصير عندي انا ثرومبس في منطقه في مناطق اللي هي الهارت تشامبرز الكارديومايوباثي بصير عندي توسع انا في التشامبرز والتوسع نفس الشيء بيعمل تيربلنت بلاد فلو المايوكارديال انفاركشنز بصير عندي انا اندوثيلال انجري مايوكاردايتس بيعمل برضه اندوثيلال انجري والكاثيتر التروما نتيجه الكاثتر ممكن احنا نضطر ندخل الكاثيتر هي زي انسترومنت زي تيوبس بندخله للهارت لعمل اجراءات جراحيه معينه ممكن يعمل زي انجري في داخل الهارت بشكل عام شو ما كان السبب هون سواء كان عمل اندوثيليال او تيربنت بلاد فلو بالاخير بسبب ممكن الاثنين يحفزوا تشكل ثرومبس في داخل الهارت هلا طبعا الكومون سايتس الفينس بكون ديروا بالكم على المعلومه هاي انه الفينس دائما حكيتها اول محاضره في 90% من الفينس ترومبوسيس بتكون في اللور ليم فينز لور ليم سواء كانت سوبرفيشال فينز او الديب فينز في الليج بتتشكل فيها معظم 90% من الخثرات بينما بالارتر عاده بتكون بالميديوم سايز ارتري بسموه الماسكولار ارتريز اللي هم الارتر اللي فيها تدفق دم بسرعه عاليه اللي هي بنتكلم عن الكورونري ارتر الشرايين التاجيه المغذيه لعضله القلب او اللي هي السريبرال ارتري المغذيه للبرين هاي اللي هي عاده هي المواقع الاساسيه اللي بتصير فيها الآرتريال ثرومبوزس والكوروناري بتعمل لنا المايكاردال انفاركشن اذا سكرت وهذيك بتعمل لنا السريبرال انفاركشن او الستروكس او الجلطات الدماغيه اذا تعرضت للاغلاق بينما الكومون سايتس اللي هي ما هي نفس الهارت تشامبرز اللي بيهمني اخر نقطه هاي نركز فيها نحكي فيها اللي هي مكونات الخثره هلا الخثره بنعرف اما فيها بليتلتس فايبرين ديبوزيشن واخر شيء ممكن يشبك فيها بعض الريد بلاد سيلز الفينس بس بشكل عام المكون الاساسي فيها هي الريد بلاد سيلز مع الفايبرين كميه البليتلتس اللي فيها قليله لانه المين ميكانيزم انه هي الكوجليشن كاسكيد اكتيفيشن وبالتالي بتحتوي على كميه فايبرين كبيره وار ريد بلاد سيلز الريد بلاد سيلز كميه عاليه ليش؟ لانه في ستيسس فبرضه الريد بلاد سيلز ما بصير لها واش اوت نتيجه فيش فيش حركه دم في التدفق فالار بي سيز بتشبك بهاي الخثرة مع الفايبرين وبيصير لها ديبوزيشن عليها فنحن بنسميها هاي الريد ثرومبس بسبب احتواء على كميه عاليه من الريد بلاد سيلز او الستيسز ثرومبس بسموها على العكس تماما اللي هي الارتيريال ثرومبس بيكون المين كومبوننت لها البليت مع الفايبرين بينما الميورال ثرومبس بتكون ميكست بتكون اكثر من طبقه بتكون على شكل طبقات بنسمي لامينيتد يعني فيها زي طبقات بتكون طبقات بيل ارياز من البليتلتس وطبقات ريد ارياز اللي هي بتشابه الفينس فهي البيل ارياز اللي هي البليتلتس زي الارتري والريد ارياز هي زي الفينس بتكون اللي بتحتوي على الريد ثرومبس والريد بلاد سيلز طبعا هاي الطبقات بسموها لاين اوف زانز اللي هم مناطق باللون الاحمر مناطق باللون الابيض مناطق باللون الاحمر مناطق باللون الابيض في الخثره نفسها المناطق اللي باللون الاحمر هي بتكون الريد بلاد سيل مع الفايبرين المناطق اللي باللون الابيض اللي هي بتكون بليت مع الفايبرين فبسموها الميكس ترومبس او اللاين اوف زان بهذا الشكل بتكون مناطق باللون الاحمر هون او باللون البينك هون نتيجه الريد بلاد سيلز ومناطق اللي هي بتكون اللون الافتح اللي هي هاي ما بينهم طبقات اللي بتكون بليتلتس مع الفايبرين هاي هاي بسموها اللاين اوف زان هاي الوصف او الديسكربشن للميورال Thrombus فكمان مره في هاي المقارنه بهمنا نعرف الباثوجينيسيس اكثر شيء وبهمنا نعرف الكومبوزيشن للثرومبوس والمعلومه اللي نعرفها كمان وين الفينس بتصير اكثر شيء في اللور لمب في اللور ل... في الليج فينز ل... في اللور لمب في, ل... في, ل... في, ل... في 90% بالمهنة. في اي سؤال على موضوع ال اللي هي انواع ومواقع الثرومبوس وين بتصير في موضوع اخير في الثرومبوس نحكي فيه سهل نوعا ما اللي هي شو بصير بالثرومبوس بعدين تشكلت الثرومبوس عندنا بالبلاد فيسلز بهذا الشكل شو بنتوقع يصير فيها وهي موضوع سهل كثير اسهل من المواضيع السابقه شوي المواضيع السابقه فيها شويه امراض متداخله مع بعضها ديتيلز فيها مش كثير حكينا عن حكيت لكم الشغلات المهمه لازم نكون عارفينها هاي من السلايدز المهمه لازم نكون عارفينها اللي هي شو بصير في او شو اهميه هاي الثرومبوس هلا الثرومبوس في واحده من الاحتمالات اللي بصير فيها اللي هي البروباجيشن تبدا حجمها صغير وبتبلش تنمو بهذا الشكل طبعا البروباجيشن مشكلته انه اذا الثرومبوس ضلت تكبر واخر شيء عملت اوبستراكشن للبلاد فيسل سواء كان فين او ارتري وهذا بيعمل لنا اسكيميا فهي اهم خطوره من اهم يعني اهم كلينيكال سيجنيفيكانت للخثره اللي هي تعمل اغلاق للبلاد فيسلز وبالتالي تعرض لنا الاورجان للاسكيميا وهي تعتبر من الموست كوم... الموست كومن كوز اللي للاسكيميا يعني. وطبعا اذا صار اسكيميا راح يصير عندنا انفاركشن في الاورجان او التيشوز اللي اللي اغلق عليه البلاد فيسلز او اللي اغلق عليه الفين عندنا فالنقطه الاولى اما بصير فيها بروباجيشن النقطه الثانيه واللي هي راح نحكي فيها كمان شوي بموضوع منفصل اللي هي الامبولايزيشن معنى كلمة إمبوليزيشن انه الخثرة جزء منها ينفصل ويتحرك في الدم طبعا راح يتحرك في الدم ويضل يمشي يضل يمشي جزء الخثرة من الدم يمشي بالدم بالفينز بالارتري ويمشي مع تيار الدم وتوصل على اضيق منطقة مناسبة مع حجم هاي الخثرة وتسكر البلاد في مناطق ديستنس فالخثرة ممكن زي ما حكيت لكم تنفصل من الموقع الاصلي مثلا نفترض انه عندي انا خثره بالفينز في الليج انفصلت ضلت تمشي مع الفينا سيستم مشت بالهارت بتضل تطلع على الرايت سايد للهارت بعدين تروح على المناري حسب حجمها بتوقف في الحس... في, في الارتري او في الفين اللي هو مناسب لحجمها وبتعمل له اوبستراكشن وبتعمل اسكيميا في المنطقه اللي سكرتها فهي بسموها عمليه الامبولايزيشن راح نحكي في الامبولايزيشن والموست كومن كوز للامبولايزيشن هي الثرومبو امبوليزم او الامبولاس اللي هي بتكون ناتجه من الثرومبوس بهذا الشكل فبينفصل جزء منها وبيتحرك مع الدم ليوصل للديستانت سايت بعيد عن الموقع الاصلي اللي كان فيه الثرمبوس وطبعا واسلم الاحتمالات اللي هي يصير فايبرينولايسز لها خصوصا اذا كانت صغيره بهذا الشكل يتم اذابتها بالفايبرونيتك اكتيفيتي بدون اي مشاكل هلا بعض انواع الثرومبوسز ممكن يصير فيهم شيء اسمه الاورجنايزيشن خصوصا اللي بتستمر لمده طويله بدون ما تعمل ولا اي مشاكل الاحتمال الرابع انه هاي الثرومبوس في جدار البلاد Vessels يصير لها اورجنايزيشن او اند ريكانيزيشن اورجنايزيشن بمعنى انه يصير فيها كرونيك انفلاميشن تحفز الكرونيك انفلاميشن وتتحول هاي الخثره لسكار تيشو ويحيطها الجسم عادي ويصير جزء من جدار البلاد فيسلز وتتحول تدريجيا لا لا, لا سكارتشو. بهذا الشكل طبعا هاي بتحدث في الاولد ثرومبس ممكن تعمل لنا يعني كل ما زادت الثرومبس القديمات هاي بدون ما عملت ولا مشاكل ممكن تحفز الانفلاميشن ويصير طبعا فيها fibrosis اللي هو الاورجنايزيشن طبعا الاورجنايزيشن هي كلمه بتعني نفس معنى كلمه fibrosis ففي هاي الخثره الجسم البلاد فيسل راح يشكل في مكان البلاد فيسلز تتجمع الفايبروبلاست تبلش تصنع الكولاجين زي الفايبروسس العادي وتبدأ و... وتبلش يتشكل على جدار هاي الخثرة اندوثيليال سيلز وكأنها تصير جزء من الجدار يعني بهذا الشكل فطلعوا اللي بصير هون مثلا بعد فترة من عملية الاورجنايزيشن بلشت تتشكل هون الكولاجين تيشوز وتبلش تحول لسكار ولاحظوا انه الجسم من الجسم صار حاطها بالاندوثيليال سيلز فكأنها صارت في جزء من الجدار في اول مرحلة بعد بعد فترة بصير يشكل فيها زي قنوات يعاود يفتح الجدار له فهي العمليه الثانيه اللي هي الريكنالايزيشن فالبلاد فلو بصير له كمان مره عن طريق تشكيل قنوات في داخل هاي الخطره بهذا الشكل فبصير عمليه ريكنالايزيشن هلا مع المدة الزمنية بتضلها تصغر وتصغر وتصغر تتحول لسكار تيشو حتى ما تصفى بالاخر بهذا الشكل في جزء بسيط طبعا عامله تضيق ولو بسيط يعني بس بتصفى بالاخير كسكار تيشو موجوده في داخل جدار الوعاء الدموي هون بنحكي عن يعني معظم القطرات اللي بتصير بالفينز اكثر شيء هون اللي بصير لهم اللي عاده وفي في الديستال فينز في السوبرفيشال فين خصوصا زي الدوالي او اللي هم بصير فيهم اللي هم في السوبرفيشال فين في الليجز اللي هم الفاري فين وال اللي ما في لهم اي خطوره يعملوا انفارك اسكيميا ولا في الاورجنز ونفس الشيء فعاده الجسم بيعمل لهم organization لهي الاسكاروبسيل كانها جزء من الجدار خلصنا موضوع بدنا نعرف ترياد الثلاثه وفي الترياد نهتم بالاندوثيل الانجري وبالخطوه وبالهاي بالستيسس نكون عارفين النقاط كيف انه الستيسس نفسه والتيربلنت بلاد فلو ممكن يعملوا Endothelial Injury و hypercoagulability بنفس الوقت. وبهمنا نعرف كمان في اللي هي ال inherited hypercoagulability causes ونفرق ما بين الفينس venous والميورال arterial thrombus من ناحيه ال composition ومن ناحيه الباثوجينيسيس واخر موضوع اللي هو الفيت fate of شو رح الفيت fate of thrombus شو رح يصير بهاي الthrombus بعد فتره. اي سؤال عن الموضوع؟ تمام <applause> رح نحكي رح نحكي بما انه فيش اسئله يعني بس ما فيش حدا اسئله عنده بما انه فيش حدا عنده اسئله رح نحكي في موضوع الامبوليزم كموضوع حلو نوعا ما احلى من الثرومبوسيس بشكل كبير هو جزء منه واحد يعني يشكل جزء من ال يعني يعني الموست كومن كوز للامبوليزم هو الامبوليزم من الثرومبوس اللي هو بسموه الثرومبو امبوليزم يعني مفهوم او الترم الى معنى كلمه امبوليزم وجود كتله بتتحرك في الدم هاي الكتله اما بتكون ليكويد اما بتكون سوليد ماس زي الثرومبوس او بتكون غازز يعني او بتكون غازات معينه دخلت على الجسم وتحركت في الجسم طبعاً عملت تحركت في الدم ووصلت لديستنت سايت من الموقع اللي نشات فيه وعملت طبعا المشاكل في الاورجن اللي وصلت له مينلي بسبب اغلاقها ل blood vessels للموقع اللي وصلت فيه فتعريف الامبوليزم هي كتلة اسمها الامبولس هلا اي كتلة بتتحرك بالجسم إيه يعني ابنورمالي هي بنسميها الامبولس امبولس او ماس اما بتكون سوليد اما بتكون ليكويد اما بتكون غاز طبعا هي محموله بالدم وبتتحرك فيها ممكن يكون زي فورم بادي مثلا معين او ثرومباس او هلا هل راح نشوف الامثله عليهم تتحرك في الجسم بتوصل لديستنت سايت لديستنت اورجان لتيشوز معين بالجسم وبتعمل مثلا اغلاق للبلاد مثل اللي بتوصله وبتعمل المشاكل زي ما راح نشوف هلا الامبوليزم في منهم انواع الموست كومن كوز هم الثرومبو امبوليزم 99% من الحالات ثرومبو امبوليزم يعني انه الامبولس بتكون ثرومباس جزء من الثرومبوس زي ما فرجيتكم قبل شوي كيف بصير ديتاتشمنت هاي بسموها الحاله الثرومبو امبوليزم انه الثرومبوس انفصلت صار فيها امبولايزيشن وهي اللي هي اللي صارت طبعا بنسمي الحاله هاي الثرومبو امبوليزم في عندنا شيء اسمه الفات امبوليزم انه الماس او الامبولس بتكون هي دهون او سوليد اللي هي بتكون اديبوز تيشو رح نشوف منين تيجي هاي الاديبوز تيشو توصل على الدم وتصير تمشي فيه وفي نوع منهم اللي هي الاير امبوليزم رح نشوف كيف انه الغاز ممكن تدخل على البلد وتمشي في البلد وتعمل مشاكل وفي شيء اسمه الامنيوتيك فلويد امبوليزم اللي هي مثال على الليكويد امبوليزم كيف انه الامنيوتيك فلويد شو هو؟ الامنيون او الغشاء الامنيون السائل اللي بيكون حوالين الجنين مضبوط الامنيوتيك فلويد اللي بكون موجود في محيط بالجنين ممكن يدخل على دم الام نتيجه سبب معين نحكي فيها كمان شوي يدخل على الدم ويعمل طبعا بالدم يصير يتحرك بالدم ويوصل على الدستنس سايت ويعمل كثير مشاكل فبالتالي بيصفى تعريف الامبولزم هو وجود كتله اسمها امبولاس بتتحرك في الجسم سواء كانت غاز او ليكويد او ماتيريال هاي الكتله انواعهم كومن كوز اللي هو 99% تكون هاي الكتله جزء من الثرومبوس فمعنى كلمه ثرومبو امبولزم انه هاي الكتله اللي بتتحرك في الدم هي امبولس اللي هي ثرومبس فانه تعريفه انه الامبولس هي جزء او الديتاتشمنت بارت من الثرومبس عندنا يعني والثرمبو امبوليزم نوعين اساسيين ايش بنسميه البولموناري ثرومبو امبوليزم والسيستميك ثرومبو امبوليزم طبعا راح نحكي عن المواضيع الـ 5 هاي انكاز راح نحكي في البولموناري ثرومبو امبوليزم سيستميك ثرومبو امبوليزم والفات والاير والامنيوتيك ان ديتيلز نبدا في اول موضوع طبعا البولموناري ثرومبو امبوليزم من الاسم يعني انه الثرومب الامبولس راح تنتهي باللانج والسيستميك راح تكون بالسيستمز بالدوره الدمويه الجهازيه او السيستميك سيركوليشن تتحرك الترومبس راح نشوف اسباب كل وحده منهم ان ديتيل نبدا في اول وحده اللي هي البولموناري ثرومبو امبوليزم اوكي البولموناري ثرومبو امبوليزم من الاسم انه في انا عندي ثرومبس في موقع ما من الجسم طبعا اكيد الموقع راح يكون وين فين ولا ارتري حسب تخيلاتكم يعني وهي الثرومبس هلا بتجاوبون على السؤال هاي الثرومبس صار منها جزء منها انفصل عمل امبولس وصار يتحرك وين وصل على البولمونري هاي شو معنى كلمه هاي شو معنى كلمه بولموناري ثرومبو إمبولاس الثرومبس موجوده عاده بالفينز بالتحديد بالفينز بالقدم انفصل جزء منها مشت مع الدم وسطة القلب بالأخير صفت موجودة وصلت اللنج من أهم أنواع أو أكثر حالات الثرومبو الإمبوليزم اللي إحنا بنشوفها اللي هي البولموناري ثرومبو إمبوليزم وفي المستشفيات خصوصا بنشوفها في المرضى ما بعد العمليات في المرضى اللي بيضلوا فترة طويلة إمبوليزيشن بعد العملية وممنوع يتحركوا بتشكل عندهم خثرات في الفينز في ال وبعديها هاي الخثره بتعمل امبوليزم اوكي فطبعا الاوريجن لالهم من الثرومبوس اللي وين بتكون موجوده في Deep veins of the lower extremities سواء الفيمورال فين او البلفيك فينز هلا الفينس سيستم بالقدم في عندنا تو سيستمز في شيء بسموه السوبرفيشال فينز اللي هي تحت الجلد بتكون وفي عندنا الديب فينز وما بينهم اتصالات بالقدم هلا هلا الخثره اللي بتعمل البرولمونري امبوليزم بس بتكون موجوده بالديب فينز بينما السوبرفيشال فينز اذا صار فيهم تخثر بيعملوا لنا اللي هم الفاريكو الفاريكوز فين اللي هم الدوالي او عروق الدوالي على الاقدام هاي هي تخثرات في في السوبرفيشال فينز هاي ما بتعمل امبوليزم نهائي لكن نتكلم عن الثرومبوسيس اللي بتصير في الديب فينز سواء خصوصا خصوصا طبعا في الفيمورال فين هون او في البلفيك فين لسبب ما شو ما كان عندنا شكلت خثره هون في لسبب من اسباب الستيسز تشكلت عندنا خثره بالفين اللي هو موجود عندنا في سواء كان الفيمورال فين او البلفيك فين هاي الخثره ممكن عندها ريسك انها ينفصل جزء منها على شكل امبولس ويتحرك بالدم فممكن جزء منها بهذا الشكل ينفصل ويبلش يتحرك مع الدوره الدمويه طبعا راح تمشي مع اتجاه رجوع الدم بالفين راح تضلها طالعه وين هاي الامبولس حدا بتوقع حتمشي بالبلفيك فين لحد ما توصل انفيرير فينا كافا هاي الامبولاي راح توصل على الرايت اتريوم وبعد الرايت اتريوم على الرايت فنتريكل وبعد الرايت فنتريكل وين راح تروح تطلع على البولمونري على اللانجز على البولمونري ارتري بعد البولمونري ارتري توصل اللانغ. هلا حسب حجمها بتوقف حسب حجم ما بتوقف في ارتريز وين هو اذا اذا سمول صغيره بتضلها ماشي على الاند ارتريز على اخر تفرعات لا والله اذا حجمها كبير ممكن تسكر البولمونري ارتري من بدايته من تفرعاته طبعا المريض بيموت مباشره يعني اذا اذا سكرت البولمونري ارتري كثير فالامبولانس بهذا الشكل زي ما انتم شايفين ركزوا هون بالصوره هي موجوده هون مشت 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 ضلت طالعه وصلت الرايت سايد هورت وبعدين وصلت واحدة من تفرعات البلمونري ارتري سواء على الرايت او على الليفت بتوصل حتى توصل حسب حجمها حسب حجم هاي الامبولس اللي هي جزء من الترومبس من فين بتوقف وعلى حسب حجمها برضه بتعمل الاعراض وحسب حجمها بتكون خطورتها فهي بضلها مسافره حتى ما توصل اللنج هلا وصلت انا عندي الثرومبو امبولس على اللنج شو بتعمل لنا باللنج هلا يا جماعه الشيء اللي بيحدد الكلينيكال سيغنفيكنس لها هو السايز لها والسايز لانه بتضلها ماشي اذا اذا سكرت شيء صغير ما بتعمل مشاكل اذا سكرت عاده كل ما اتجهنا باتجاه التفرع الرئيسي كل ما كان الوضع اصعب نوعا ما بشكل عام بشكل عام اللنج الشيء اللي منيح فيها انه اللنج عندها ديوال بلاد سبلاي تحصل على البلاد سبلاي الالفيولا من جهتين من البلمونري ارتري ولو انه بيحتوي على كميه اكسجين قليله لكن يعتبر بلاد سبلاي والبلاد سبلاي الثاني المهم هو والاهم بلاد سبلاي اللي هو من البرونكيال ارتريز اللي هو تفرعات من الاورطه فتحصل على الدم من طريقين لهيك عاده عاده البولمونري ترمبو امبوليزم بتمشي بدون مشاكل خصوصا اذا كانت صغيره فبنحكي من 60 ل 80% من حالات البولمونري امبوليزم بالبولمونري امبوليزم هي كلينيكالي سايلنت بدون اي اعراض بدون اي مشاكل بتكون الخثره صغيره عاده وبتوصل لتفرع صغير واغلاق التفرع الصغير ما بياثر ليش؟ لانه في شيء سد بداله يعني وبالتالي هاي الخثره بتنتهي بصير لها ودي وبتذوب هاي الخثره زي النقطه الرابعه اللي حكيناها في الثرومبس وما بتعمل اي مشاكل عند المريض بهذا الشكل هي بتكون توصل للديستنس بتكون حجمها صغير كثير وما بتعمل اي كلينيكال سيجنيفيكانس في معظم الحالات تقريبا نتكلم عن 80% من حالات البولمونري ثرومبو امبوليزم وبتذوب هاي الخطره او بصير لها canalization الاحتمال الثاني اللي هي ال 10% في 10% من الامبوليزم اكبر حجما بتكون وبتسكر اللي هي الاند end arterioles اخر تفرع بالآرتري قبل الـ capillaries عاده يعني الاند end بولمونري pulmonary part عاده هاي بتعمل لنا infarction ب 10% من الحالات هي بتكون حجمها اكبر وبتسكر تفرع اكبر وبتعمل infarction ونوع الانفاركشن hemorrhagic red infarction زي ما انتم بتعرفوا حكينا بال cell injury فبتعمل ب 10% من الحالات infarction هلا في الامبولز الامبولس اللي بتسكر اكبر نوعا ما الميديوم سايز ارتري عاده تعمل نزيف في البل في اللنج بهذا الشكل ما بتعملش انفاركشن عاده بتشكل بتعمل نزيف طبعا والنزيف اخطر طبعا من الـ من, الـ من الانفاركشن نفسه لانه تجمع الدم في هاي المنطقه بهذا الحجم بيمنع تبادل الغازات فيها فبالمريض بيدخل في حاله هايبوكسيا نقص بالاكسجين نتيجه انه هاي المنطقه ما بيوصل فيها الدم هلا هلا هون بالتحديد ما بصير اه انفاركشن بشكل كبير لانه في يعني ما بصير انفاركشن في البارنكيما لللنج لكن بصير هيموريج في داخل الالفيولاي وفي داخل الاكياس الهوائيه وبيمنع تبادل الاكسجين وهذا برضه بيعمل مشاكل اكثر من النوع اللي قبله الانفاركشن لانه الانفاركشن بضل حجمه بالاخير صغير هلا هاي النقطه اللي هي الهيموريج ليش بصير هيموريج هون هذا بيعرف ليش بصير هيموريج هون ليش بتنزف اللنج بدون اي انفاركشن ما يصير يعني اللي بصير هون كالتالي انه الاندوثيليال الاندوثيليال سيلز اللي هي المبطنه للبلد فيسلز هون بصير لها Sloughing لانه ما بوصلها الدم الاندوثيليال سيلز اللي هي في الجدار الوعاء الدم فبصير ينزف مكانها والبلد ينزل, مكان ينزل تدريجيا يعمل زي اوزينج ويطلع من الجدار نتيجه الضغط الـ نتيجه اللي هو النيكروسس اللي صار في الاندوثيليال سيلز اللي هي لها نفسه يعني للميديوم سايزد ارتري فبتصير تنزف قليلا الدم منها لان الاندوثيلال سيلز تعتمد على الاكسجين اللي موجود في البلاد نفسه بتاخذ اكسجين دايركت من البلد إلا يعني ما بتحصل على إن بتاخذ من الاكسجين دايركتلي من وجود الاكسجين نفسه يعني ما ما بتحتاج لا ترانسفيوجن ولا تبادل فهذا الشيء بيعمل بليدنج في المنطقه والبليدنج يعني لا يقل يعني اخطر من الحاله اللي قبلها هلا الاخطر اللي هو الاخطر اللي هي كل ما كبرت الثرومبوس اكثر هلا اللارج embolus او المالتيبل بحيث انهم يسكروا تقريبا 60% من pulmonary سيركوليشن عاده هاي بتكون فيتال وبتؤدي للسدن death فاذا كانت عندنا البولمونري كبيره بحيث انها تسكر تقريبا ما يقارب 60% او اكثر يعني اذا سكرت 100% طبعا بتؤدي للسدن death مباشره هلا هتحكوا لي ليش بتؤدي للسدن death؟ فممكن تكون هاي الامبولز الإمبوليزم تسكر هون التفرع اللي هو البايفركيشن مباشرة هاي بسموها سدل امبوليزم لأنها بتعمل زي سرج الفرس هون في المنطقة هلا بفرجيكم صورتها بتسكر كاملا هاي الثرومبوس بتكون هون وبتسكر البولموناري ارتري الرايت والليفت فالمريض ما ي... لا يمكن يعيش بعد سد الامبوليزم خلال 5 minutes المريض بيتوفى ولا يمكن انه ينعمل له شيء يعني الا اذا كنت انت يعني فاتح وعمليه وصارت معك قدامك يعني ولكن شيء مستحيل يعني ننقذ مريض عند السد امبوليزم او تقريبا نتكلم عن لحد 60% من البولمونري سيركوليشن اذا اجت اكثر من خثره مثلا او بحيث انها تسكر ما يقارب 60% او اكثر من البولمونري سيركوليشن فهي بتعمل عندنا مشاكل عند المريض وممكن المريض يتوفى سريعا منها طبعا سؤالي كان بعدها ليش المالتيبل هون ليش المريض ممكن يموت او المالتيبلز بحيث انها تسكر معظم البولمنري سيركوليشن ليش المريض بيموت هون منطقيا يعني حللوها انتم يعني. ما بيوصل اكسجين للقلب عن طريق البولموناري فينز الدم بعد ما يروح على اللنج وين يرجع؟ بده يرجع على اللفت اتريم صح؟ وبعد اللفت اتريم وين بده يروح؟ يتوزع على الجسم عن طريق الاورطه على الفندريك على الاورطه يروح م. على الجسم وبالتالي الدم ما بيرجع على القلب وبالتالي المريض بيموت ما راح يوصل اكسجين ولا ايش ما بيطلع الدم لانه ما رجع اصلا الدم معظم على القلب فبالتالي انه م. هاي الامبوليزم كل ما كبرت كل ما كانت تقلل الكارديك اوتبوت او الدم اللي بيطلع من القلب لانه ما بيرجع لانه معظم السيركوليشن سكرت وبالتالي زي ما انتم لاحظين كل ما اتجهنا أكبر, اكبر 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 باتجاه اللارجر ترومبس كل ما كانت المضاعفات اكثر واكثر فبينتهي المريض عاده اذا اغلق بشكل كبير البولموناري ارتري برانشز هذا الشيء بيرفع شيء بنسميه البولموناري هايبرتنشن بيرفع الضغط في داخل إيه الشريان البولموناري وبالتالي الرايت فينتريكل بطل يضخ دم لانه في ضغط عالي نتيجه الاغلاق طبعا ومسكر الدم وبالتالي الدم ما بيتم ضخه لللنج ولا ولا بيرجع بعدها على الهارت فبسبب شيء اسمه رايت فينتريكل هارت فيلر وبالتالي إنا دي بلاند للليفت سايد وبالتالي الدم ما بيرجع على الليفت left وبالتالي ما في دم يطلع من القلب للجسم وبالتالي المريض عندنا sudden death بصير معه مباشرة وهي طبعاً اللي هي السدل إمبوليزم اللي بتكون مسكره bifurcation of the pulmonary artery الـ left ورايت عاملة زي سرج الفرس اللي هي السدل إمبوليزم ودائماً السدل إمبوليزم أسمع اس يعني السدل sudden death مباشرة يعني ما في اي شيء ينعمل، فلو سالنا لكم انه جانا مريض وشفنا انه عنده اغلاق او شو بنتوقع الاوت كم لمريض عنده اغلاق في الباي لازم تجاوبوا الاجابه sudden death لا تحكوا لا right side heart failure ولا شيء، طبعا هي بتعمل هاي هاي فيلر مباشره يعني ما سوري انه ما بتعمل لا shortness of breath ولا شيء على السريع sudden death مباشره اوكي هون احنا طبعا خلصنا محاضره اليوم يعطيكم الف عافيه حد عنده اي سؤال ننتظركم على الوحده في محاضره اللاب يعطيكم الف عافيه